النيابة العامة تعلن الحكم بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل جمال خاشقجي رحمه الله وتبرئ متهمين. المحاكم العمالية وأزمة قضايا الفصل، وتتابعون معنا أيضا في أهلا بطلة العالم في اليوسي ماس تتحدث ليا هلا. أهلا بكم. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. في 2 أكتوبر عام 2018 كانت حادثة مقتل جمال خاشقجي رحمه الله. وعد الملك سلمان بالتحقيق، وعد الأمير محمد بن سلمان بمحاسبة المتسببين، راهن السعوديون على وطنهم وترحموا على مواطنهم وترقبوا النتائج. اليوم أدين الجنة وصدرت الأحكام وخرج الأبرياء وتحقق وعد العدالة. من أراد أن يتاجر بدم جمال خاشقجي رحمه الله سيخسر أكثر، ومن أراد الحقيقة فنتائج التحقيق والقضاء أمامه. الرسالة السعودية الواضحة والمباشرة والباقية لكل العالم في قضية جمال أو غيره، لن يضيع حق في وطن العدالة. أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاما ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم تقضي بما يلي: ألف، قتل 5 من المدعى عليهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه رحمه الله. ب، سجن 3 من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً. جيم، ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على 3 من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص. ثالثاً، حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة. كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف. رحم الله جمال خاشقجي، وشكرا لهذا الوطن الذي وعد بالعدالة فأوفى كما هو دائما منذ تأسيسه. فاصل أول. المحاكم العمالية، كثير من الشكاوى التي تصلنا بين حين وآخر حول أداء هذه المحاكم، حول تأخير كثير من القضايا. هناك إيجابيات تقال في حق هذه المحاكم، ولكن علينا أن نضع الأمور على الطاولة كاملة بإيجابياتها وبسلبياتها. ومن أجل ذلك معي هنا في الاستوديو المستشار القانوني الأستاذ عبد المجيد الموسى. أستاذ عبد المجيد حياك الله. أهلا وسهلا فيك. حياك الله أستاذ المشاهدين المشاهدين. خلنا في البداية إذا تسمح لي نشرح للناس وش نقصد بالمحاكم العمالية، ثم ننطلق إلى باقي التفاصيل. طيب، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وبه نستعين وبالله نستعين. المحاكم العمالية هي محكمة مختصة للنظر في القضايا العمالية. سابقا كان القضايا العمالية تنظر فيها هيئات اسمها هيئات ابتدائية أو هيئات النظر في الخلافات العمالية أو هيئات تسوية الخلافات العمالية، وكانت على مرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة ابتدائية، المرحلة الثانية مرحلة استئناف. في 2022 تقريبا العام الماضي 1440 صدر مرسوم ملكي، وهو الأصل طبعا من عام 1428 لما صدر نظام القضاء الجديد، عمل نقل نوعية في القضاء السعودي.
وهو ما يسمى بقضاء الاختصاص، صار في محاكم عمالية، محاكم تجارية، محاكم جزائية أو جنائية إلى آخره. من ضمن هالمحاكم المحكمة العمالية. المحكمة العمالية المفترض أنها تبدأ من عام 1428، لكن لمرحلية الموضوع والانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخذت ما أخذت من الوقت، إلى أن صدر المرسوم الملكي في 1440 تقريبا بنزع أو سلخ اختصاصات النظر في القضايا العمالية من الهيئات المختصة في النظر لتسوية الخلافات العمالية إلى المحكمة العمالية، لكن وضعت حاجز بين المحكمة وبين الدعوة اللي هو حاجز إدارات التسوية الودية. إدارات التسوية موجودة داخل المحاكم؟ لا، هي تتبع تنظيميا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وين موجودة الإدارات هذه؟ في مكاتب العمل، في فروع وزارات العمل بمكاتب العمل موجودة. طيب بنجي لها، بس الآن وش القضايا اللي تكون مخولة في الفصل فيها المحاكم العمالية؟ قضايا العامل مع مؤسسته أو شركته أو القطاع الخاص أو إيش؟ القضايا اللي تكون العلاقة العمالية فيها مبنية على عقد عمل، سواء عقد العمل هذا كان مع جهة خاصة أو جهة حكومية أو كان حتى مع فرد. طيب جميل. طيب مسار القضية كيف يكون مع وجود إدارة التسويات؟ مسار القضية طبعا إدارة التسويات موجودة من أول، لكن الآن مع الاختصاص، أنا أتكلم بمفهوم كبير، أقول قضاء عمالي متخصص، فالمفترض حتى لو كان في صلح بهدف التسوية قبل الوصول إلى المحكمة والحكم القضائي، أن يكون الصلح تحت مظلة، من وجهة نظري الشخصية، تحت مظلة المحكمة العمالية ووزارة العدل، حتى يكون في سرعة في الإجراءات، ما يكون في تأخير في الإجراءات، لأنه الآن على سبيل المثال في بعض القضايا في التسوية الودية تأخذ إلى 8 أشهر. أوف. أي نعم. بسبب مين؟ بسبب إدارات التسوية الودية نفسها اللي في وزارة العمل. اللي في وزارة العمل طبعا. إذا جيت أتكلم عن دراسة التسوية الودية، يمكن ضغط العمل، طريقة الهيكلة، طريقة الإدارة قد تكون هي السبب، أنا ما دخلت في الأسباب، لكن مجملا التسوية الودية أنت تتكلم عن فهم صلح، المفترض أن الصلح يكون أسرع من المحكمة. صح. المحكمة العمالية شالت حمل وعبء كبير جدا. قضايا، أنا عندي واحدة من القضايا الآن في الهيئة الابتدائية لا زالت لها 2.5 سنين ما خلصت، وأنا أتكلم عن عامل، أنا ما أتكلم عن دين بيني وبينك، أنا أتكلم عن عامل وعن موظف، إذا صار في نزاع بينه وبين جهة عمله، المفترض أن النزاع هذا يحل على سبيل الاستعجال، وهذا ما جاء فيه نظام العمل وأكد عليه المسؤول الملكي اللي صدر بنزع الاختصاص من الهيئات إلى المحكمة العمالية، فالمفترض أن ينظر فيها على وجه الاستعجال. المحاكم العمالية مشكورة، وبغض النظر عن جودة الأحكام، في الأخير إذا أحد الأطراف أو أحد أطراف الدعوة ما ناسب الحكم يقدر يستأنف. محاكم العمالية خلال شهر واحد يصدر حكم، أسبوعين، 3 أسابيع، 3 جلسات بالكثير يصدر حكم. يعني المشكلة ليست في المحاكم العمالية الآن، المشكلة في إدارات التسوية التابعة لمكاتب العمل. نعم. طيب تتكلموا معهم أستاذ عبد المجيد، تقولوا لهم ليش هذا التأخير؟ يقول مواعيد، كل شيء إلكتروني الآن، أصبح قيد الدعوة إلكتروني مربوط في وزارة العمل، لما تروح تقدم، طبعا فيه لائحة أو قواعد اسمها قواعد إجراءات التسوية الودية، نصت صراحة على أنه يجب أن يفصل في الصلح، أنا أتكلم عن صلح مش فصل في دعوة، يجب أن يفصل في الصلح خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة. اللي صاير انه او وغير كذا القواعد تقول انه يجب ان تكون اول جلسه خلال 10 أيام عمل من تاريخ القيد. اللي صاير الان، انا اليوم واحد من الزملاء لما ارسلت في الواتساب على اللقاء ارسل لي صوره، يضحك واحد من الزملاء المحامين، ارسل لي صوره موعد بعد 4 أشهر من تاريخ قيد الدعوه. هو اساسا معطى الموعد بعد 4 أشهر. طيب هم الجلسة الأولى. طيب هم للتسوي. الان هم الان يعني معليش على الكلام، الموظفين اللي في ادارات التسويات في مكاتب العمل يدركون انهم جالسين يتجاوزون النظام اذا كان النظام يقول 21 يوم؟ نعم يدركون، وانا كان يمكن. طيب وش مبررهم؟ بعض يعني صار الان، وش الطريقه اللي يسويها؟ اروح بعد ما تنتهي 21 يوم عمل، طيب اقول الله يهينك حول لي الدعوه الى المحكمه العماليه لانه انتهت المده الالزاميه بناء على القواعد، قواعد التسويه الودية صادره من معالي وزير العمل. فيقول لا خلينا نعطيك جلسه جلستين وبعدين. طيب انا متضرر، انا الان كموظف او كممثل عن موظف انا متضرر يا اخي، هذا موقف راتب، خليك من السعودي تعال للاجنبي غير السعودي، كيف ياكل وكيف يشرب، كفالته على المؤسسة،
لا يقدر ينقل كفالة إلا بموجب ضوابط نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ولا يقدر يتخذ، ولا حتى إدارات التسوية الودية تقدر تتخذ إجراءات حتى يمكن لي تحفظ على القواعد في واحدة من المواد، يمكن تقريبا المادة 17 تعطي الحق لإدارة التسوية الودية أنها توقف خدمات المؤسسة اللي ما تحضر الجلسة الصلح الأولى. طيب أنت تسوية ودية، أنت إدارة تسوية ودية، أنت دخلتي في مفهوم قضائي، في مفهوم تنفيذ، وهذا النص يتعارض مع نظام التنفيذ ويتعارض مع الأنظمة الإدارية ويتعارض حتى مع نظام العمل، لأنه أنت في الأخير. طيب وش الحل؟ طيب المؤسسة ما حضرت الجلسة. في الأخير الحل البينة على المدعي واليمين وعلى من أنكر، وعندي إجراءات متعارف عليها عالميا في التقاضي. إذا ما حضر المدعى عليه في الجلسة الأولى أو الجلسة الثانية خلاص يعتبر نكولا أو تنازلا عن الدفاع عن حقه، وبالتالي طيب يحكم لي عبد المجيد. واحدة واحدة الحين، وش مدى أهمية إدارات التسويات؟ هل يمكن الاستغناء عنها مثلا ولا لا؟ والله شوف أنا أقول لك، أكثر من 20 قضية وقفت عليها ولا قضية حلت في التسوية الودية. طيب خلنا نقول إنها مهمة، وجودها مهم مثلا، خلاص بما أنه يعني هذه الهيكلة وهذا التنظيم، وش الحلول اليوم علشان يسرع عملهم؟ الحلول أنه ينقل هيكلة التنظيمي تحت وزارة العدل وتكون تحت مكاتب المصالحة، أو تكون عمليات الصلح عند القاضي من أول جلسة، يعني ما يحتاج تسوية، لأنه الأصل لما يجيك المؤسسة لما تتخذ مخالفة أو بحق الموظف أو تصدر قرار بحق الموظف، فالأغلب حتى ما يحضرون في التسوية الودية، يعني تروح الجلسة الأولى ما يحضر التسوية، حتى لو حضر الجلسة الأولى يقول لا عطني مهلة أرد أشوف، هي جلسة صلح مش جلسة. طيب أنت قبل شوي تقول أنه نتائجهم قليلة، هذا يعني أنه جلسات الصلح في التسوية الودية ما تنجح بالعادة؟ أقول لك أنا بالنسبة لي وكثير من الزملاء ما أقدر أعطي إحصائية، لكن أكثر من 20 قضية بالأصح كل القضايا اللي وقفت عليها أمام التسويات ما خرجنا فيها بنتيجة، كلها تحال إلى الهيئة سابقا أو إلى المحكمة. بصراحة بسبب أنه ما صار الصلح، بسبب طريقة إدارة الهيئة التسويات ولا بسبب المؤسسة ولا العامل؟ وين السبب الأقوى في الموضوع؟ عشان أكون منصف، الأسباب طبعا حتكون موزعة على الكل نسبة وتناسب، لأنه ممكن يقومون بدورهم بس المؤسسة ما تقبل أو العامل ما يقبل. بالضبط، لكن أيضا حتى الدور يعني يمكن يحسب للقواعد الجديدة، سابقا كان يطلق عليه اسم محقق المصلح، من باب الإنصاف القواعد الجديدة اللي صدرت في 1440 غيرت مسماه من محقق إلى مصلح، وهذا الصح أنه أنت مصلح أو موفق أو أي مصطلح آخر يفيد الصلح أو التسوية أو مفاوض أو إلى آخره، لأن محقق أنت كأنك تعطيه صلاحيات تحقيق، صلاحية تحقيق مع الكلام هذا أنك ممكن تحفظ الدعوة عندك، وهذا طيب يتناقض مع المبدأ العام. قبل ما أطلع فاصل، بناء على النتائج اللي أنت جالس تقولها اليوم، هل تدعو إلى نقل اختصاص إدارة التسويات إلى وزارة العدل أو إلى إلغائها؟ وأن القضية تصير مباشرة من المشتكي إلى المحكمة. هي حتى حسب المرسوم الملكي اللي صدر أنها عبارة عن إجراءات مرحلية لثلاث سنوات، طبعا سابقا ما كانت مرحلية كانت أساسية، بس أتكلم عن الآن الحين صارت مرحلية، مرحلية لثلاث سنوات ثم ينظر في وضعها. أنا أقول أنه ثلاث سنوات كثير بناء على النتائج، يعني حتى مفروض تنتهي 42 صح؟ مفروض 42، حتى القضاة يشتكون في بعض الدعاوى تقام في التسويات الودية ثم تحال إلى المحاكم العمالية، لكن يتفاجئون أنه تتصدر فيها حكم أصلا، فأنت قاعد تأخر القضاء وقاعد تأخر الناس الثانية اللي قاعدين يترافعون، وفي الأخير من المتضرر ومن المتسبب؟ طيب تسمح لي أخذ فاصل ونكمل؟ فاصل ونكمل. حياكم الله من جديد في أهلا، نتحدث عن المحاكم العمالية، ومعي على الهاتف الآن، طبعا معي في الاستديو الأستاذ عبد المجيد الموسى المستشار القانوني، وعلى الهاتف معي الآن أم سلطان، وهي إحدى المتضررات من تأخير إدارة التسويات في وزارة العمل، لأنها يعني رافعة قضية في المحاكم العمالية. أم سلطان حياك الله معنا في أهلا. هلا والله، حياك الله استاذ مفرح، استاذ عبد المجيد اهلا بك. يعني تكلم الاستاذ عبد المجيد قبل شوي على موضوع التاخير، لكن ودنا ناخذ واحده من هذه التجارب، وش القصه ام سلطان؟ طبعا انا تجربتي، اولا تقدمت الدعوه بتاريخ 1/10/2019 من خلال الموقع الالكتروني لوزاره العمل،
بخدمة التسويات الودية. قدمت من خلال موقع صحيفة دعوة، وبعد عدة محاولات طبعا من رفع الدعوة ضبط معي الموقع، لأن كان في الموقع عدة يعني كان في خلل فني. خلال يومين رفعت الدعوة، وانتظرت لمدة أسبوعين كنت أنتظر خلالها رسالة نصية أو إشعار بتحديد موعد جلسة تسوية ودية، لكن خلال هذه الفترة ما وصلني أي رسالة. اضطريت أني أتوجه لمكتب العمل لإدارة التسويات الودية وأخذ موعد مراجعة يدوي. طبعا تفاجأت أن الموعد كان بعد شهرين من تقييدي للدعوة، كان بشهر 12 ميلادي. فاضطريت أني أستشير محامي نصحني بأني أدخل على مدير إدارة التسويات الودية، وفعلا تم تقديم الموعد لكن خلال شهر من رفع الدعوة. تقريبا حضرت 3 جلسات إدارة التسويات الودية، وتجاوزت 21 يوم أو تقريبا تجاوزت الشهرين، وأخيرا بعد جهد تم إحالتها للمحكمة العمالية. عندما تم إحالتها للمحكمة العمالية أيضا ما وصلنا الآن لحد الآن ما وصلني أي رسالة أو تحديد موعد جلسة، فاضطريت أيضا أني أذهب للمحكمة العمالية وأستفسر عن الموعد. لما وصلت المحكمة العمالية أخبرتني موظفة أن هنا يعني أنه موجود مئات القضايا المعلقة عند مكتب العمل. وهذه تجربتي بإدارة التسويات الودية، وطبعا أنا ممكن أكون أخاف تضرر من ناس آخرين كما ذكر أستاذ عبد المجيد أنه في 8 أشهر أو أكثر، لكن أنا اضطررت أني تأخرت تقريبا 3 شهور عن موعد إجمالي الوقت. أم سلطان، اللي قضيتيه بعد رفع القضية في إدارة التسويات إلى وصولها للمحكمة كم كان؟ أنا قيدت الدعوة ب11 2019، وحاليا للآن ما يعني تم إحالة المحكمة العمالية لكن ما وصلنا أي تحديد موعد جلسة، فتقريبا 3 شهور. طيب لما رحتي لهم في إدارة التسويات قبل المحكمة العمالية وش كان عذرهم وش قالوا لك؟ كان في خلل فني بالموقع، هذا أولا. ثانيا كان في مئات القضايا يعني المعلقة عندهم. طيب وبالنسبة للمحاكم العمالية إيش قالوا لك؟ المحاكم العمالية كان ردهم إنه القضايا معلقة عند مكتب العمل. طيب إذا تسمحي لي بس خليك معي على الهاتف، الآن قضيتها في المحكمة العمالية وتأخر تحديد الجلسة، يعني هو بالعادة. لا ما وصلت، هي تقول ما وصلت المحكمة. لا وصلت المحكمة العمالية. تم إحالتها لكن ما تم إحالتها بس ما وصلت. هو اللي يصير كالتالي، في نظامين الآن شغالة، نظام وزارة العمل ونظام ناجز وزارة العدل. طيب فأنت تقيد الدعوة في نظام وزارة العمل، وزارة العمل بعد ما يحيلونها يعني يكتب قرار الإحالة يحيلونها على ناجز، هم اللي يدخلونها على ناجز. يعني الآن هي متعطلة عند وزارة العمل، أي عند الجهة اللي المفروض تحيلها للمحاكم العمالية. بالضبط، والمفروض قيد الدعوة ابتداء أن تكون عن طريق ناجز، حتى لو كان التسوية الودية مثلا عند وزارة العمل ابتداء المفترض أن تكون عند ناجز، عشان فيه مثلا بعض الطلبات المستعجلة نسميها في القضاء. إيه؟ ممكن أجي عند القاضي أطلب منه طلب مستعجل بخصوص الدعوة المقيدة للنظر، هو إيه؟ الآن ما يقدر يعطيني فيها أي قرار. لكن الآن عبد المجيد، الآن مسار قضية أم سلطان صحيح ولا في خلل؟ لا صحيح، بس انه متوقف، يقول انا متوقف عند وزاره العمل، وهذا اللي يصير. هو بالعاده مفروض انها كم تاخذ لها وقت وبعدين تحال وبعدين توصل. خلال 21 يوم من تاريخ اول جلسه محدده، والجلسه يجب ان تحدد خلال 10 ايام من تاريخ قيد الدعوه، يعني تتكلم عن خلال شهر. كل خلال شهر مفروض انها طالعه من اداره التسويات الى المحكمة العمالية وتحدد موعد جلسة عند المحكمة العمالية. طيب أنت كم لك الآن من بعد إدارة التسويات؟ تقريبا شهر أو 3 أسابيع وما تحدد لنا. وصلنا ال 21 يوم وتجاوزناها أظن. لا الآن تقول 3 أشهر. لا لا لا، أنت سيبك من الحين، هي طلعت من إدارة التسويات. أي ولا أنت حاسبها من أول جلسة في إدارة التسويات؟ من أول جلسة في إدارة التسويات. بس هي جلست 3 جلسات، وش وضعها القانوني؟ المفترض الثلاث جلسات هذه خلال 21 يوم إلا إذا اتفق الأطراف على تمديدها. إذا ما اتفقوا مفروض من بعد أول جلسة. من بعد أول جلسة 21 يوم، إذا ما وصلوا إلى، لأنه حل ودي، إذا ما وصلوا إلى اتفاق المصلح يتخذ قرار بحالتها إلى المحكمة العمالية. طيب أم سلطان، إذا تحب تضيفي شيء المساحة لك.
يعطيكم العافية، شكرا. والموضوع صراحة كان جدا مهم بالنسبة للعمال وبالنسبة لل طيب معلش إذا تسمحي لي بالسؤال، هذا التأخير وش آثاره عليك؟ كان في تضرر من ناحية أني تعطلت عن العمل بحيث أني توقفت عن العمل، فمضطر أني أكمل بقضيتي من ناحية أنه ما يمشي لي راتب حاليا، فأضرار كثيرة جدا. الحين من 3 شهور وراتبك متوقف بسبب القضية. أنا توقفت عن العمل وبسبب أنه يعني أخطاء بالشركة، فأنا توقفت عن العمل. إيه؟ وحاليا يعني جالس أكمل بقضيتي، فالأضرار كانت كثيرة بالنسبة لي. طيب معلش برضو تبقي معي على الهاتف شوية علشان أخذ إجابة من عبد المجيد وتسمعينها. عبد المجيد، الآن إذا وصلت للمحكمة العمالية خلاص يحق لأم سلطان إنها تقول لهم يا جماعة أنا تضررت كذا وكذا وكذا بسبب التأخير اللي حاصل 1 2 3، هل تعوض؟ طبعا مسألة تقضية، الأصل إيه؟ أنها تعوض حسب الأضرار المادية، لأنه مسألة التعويض عن الأضرار في القضاء السعودي جدا نطاقه ضيق جدا نطاق. لكن إذا في أضرار فعلا ثبتت، هم دائما يستندون على 3 أركان اللي هي أركان المسؤولية التقصيرية. يعني وش تقصد بضيق؟ أنه لازم يثبت. طيب هذا الصح لازم، لا بس في فرق لما اقول لك لازم يثبت في الضرر المعنوي صعب. ايه، لكن اتكلم لك على نظريه المسؤوليه التقصيريه اللي يؤخذ بها عندنا في القضاء السعودي. اذا توفر الركن الخطا والسبب او العلاقه السببيه والنتيجه وكانت كلها اسبابها منطلقه من السبب الرئيس، في الحاله هذه القاضي يحكم بالتعويض. لكن ايضا الحكم بالتعويض. طيب سؤال أخير أم سلطان، يعني بعيد عن المحاكم، في إدارة التسويات أنتم والشركة أو المؤسسة أو المكان اللي أنت رافع عليه القضية، هل المؤسسة كانوا جادين في الصلح أو حاولوا أنهم يصلحوا، ولا كانوا سبب في تأخير الموضوع أيضا؟ كان في حضور وتجاوب منهم، لكن كان فيه مماطرة من ناحية أنه المهلة، كانوا يطلبون مهلة كل مرة، فكان حضور شكلي فقط. طيب أم سلطان شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في هلا. التعليق عندك عبد المجيد، الآن هي تحدثت عن الآثار المترتبة وأنه راتبها مقطوع من 3 أشهر، إجمالا وش الآثار الأخرى اللي يترتب عليها تأخير مثل هذه المعاملات؟ هي قد تكون آثار مالية وقد تكون عينية. أقل ما فيها أنه ممكن الشخص هذا يتضرر من عدم دعم نظام ساند له. إيه، هذه مسألة. المسألة الثانية ممكن تعيق عن البحث عن عمل آخر، لأنه لا زال مثلا مسجل عندهم في التأمينات الاجتماعية أو ما أعطوا إخلاء طرف وشهادة خبرة وإلى آخره. فكل هذه آثار قانونية، أتكلم عن أضرار عينية أو أضرار مالية. قد يكون عنده مثلا التزامات مالية في البنك أو عند أي جهة أخرى وما استطاع أن يسددها بسبب أيضا هذه المشكلة. طيب بصراحة من خلال قربك من كثير من القضايا اللي صايرة في هذا الموضوع، بالعادة الحق يكون مع الشخص العامل أو الموظف ولا مع المؤسسة أو الشركة؟ هو الأصل أصلا في النظر في مثل هذه الدعاوى أنها تكون لمصلحة العامل، لأنه طرف الأضعف في العلاقة العمالية. لكن أقصد فيما يفصل فيه بعدين، مين يكون الخطأ على من؟ لا دائما التوجه الغالب تكون للعامل، لأنه هو الطرف الأضعف، وهذا أصلا مبادئ عامة في القضاء العمالي. بصراحة أكثر المؤسسات اللي عندنا والشركات وتحديدا القطاع الخاص، هل لديهم ثقافة قانونية حقيقية في التعامل مع الموظفين، ولا في كثير من التجاوز لجهل القانون؟ مش لجهل القانون، بل لتعمد التجاوز. أوف، أي نعم، مع أنهم يعرفون القانون. في عندهم إدارات قانونية مثلا محترفة، متعاقدين بعضهم مع مكاتب محاماة، لكن البعض يتعمد والبعض طبعا هم ينظرون من منظور تجاري بحت، أنا بتعمد عشان في الأخير أنا هدفي مال، والبعض لا، قد يكون تجاهلا بالقانون أو عدم معرفة بالقانون. عبد المجيد شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا. شكرا لك. شكرا لك. كان هذا الحديث عن المحاكم العمالية. أتمنى حقيقة من وزارة العمل يعني أن تنظر في وضع إدارات التسويات في وزارة العمل، ولأن مراحل التأخير هذه
يعني تترتب عليها آثار كثيرة. أم سلطان شفنا راتبها متوقف من 3 أشهر، وفي قضايا توصل إلى 8 أشهر، ولكم أن تتخيلوا حجم الضرر اللي يحصل في مثل هذه الأمور. أما الشركات والمؤسسات وإجمالا بعض الأشخاص في القطاع الخاص، إذا كانوا يعني يعلموا القوانين ويتعمدون تجاهلها فأتمنى أنهم يوقفوا بالقانون، وإذا كانوا يجهلون فأتمنى أيضا أنهم يوقفوا يتعلموا، لأن الحقوق دائما يجب أن ترد إلى أصحابها، وهذا ما نثق فيه. فاصل ثاني. يارا الشاعري، احفظوا هذا الاسم جيدا، علموه أبناءكم، سجلوه في كتب الملهمين. يارا طالبة سعودية في المرحلة الثانوية تفوقت على 5700 مشارك يمثلون 70 دولة على مستوى العالم في مسابقة اليوسي ماس، وحصلت على المركز الأول رافعة علم وطنها ومعلية من شأن علمها وناثرة بهجة كبيرة ليس لها أو لعائلتها فقط بل لوطنها كله. يارا اليوم في الثاني ثانوي واستطاعت حل 200 مسألة حسابية في 8 دقائق، ولكم أن تتصوروا كيف ستكون غدا. هذه الطالبة نموذج مشرف يستحق أن نفاخر به. يسعدني بكثير من الفخر والاعتزاز والشرف أن أرحب بيارا الشاعري بطلة العالم في مسابقة اليوسي ماس اللي تنضم إلي من استديوهاتنا في جدة. يارا حياك الله معنا في أهلا، 1,000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 ,
مشاعرك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ثانيا أشكركم على استضافتكم لي وإتاحتكم الفرصة لي لأشارك تجربتي في اليوسيماس. مشاعر الحمد لله، أشعر بالفخر والاعتزاز تجاه هذا الشيء، وأقدم إنجازي وإنجازي الكبير وحصولي على كأس تشامبيون في المسابقة العالمية لوطني الكبير ولوالدي الداعمين لي ولعائلتي ولأخواتي وللأستاذ العزيزة مس نوال. يستاهلون جميعا. يارا اشرحي لنا رحلة المسابقة من البداية إلى حصولك على الكأس أو على المركز الأول. طبعا منافستي لي في اليوسيماس، أولا حصلت على المركز الأول في شعبان الفائت في مسابقة المحلية في مكة على المركز الأول ولله الحمد، وهذا الشيء شجعني ودعمني عشان أروح للمسابقة العالمية بكمبوديا، والحمد لله قدرت أنافس على 5000 طالب وأحصل على كأس تشامبيون وأرفع علم وطني عاليا. طيب مسابقة اليوسي ماس خلينا نشرحها للمشاهدين والمشاهدات عشان يكونوا معنا في الصورة، وش تعني؟ طبعا مسابقة اليوسيماس بشكل عام هو برنامج الحساب الذهني يستخدم العداد الصيني. ايه طيب بسألك يارا عن لحظة إعلان النتائج، هل كنت تتوقعين انك تكوني الفائزة؟ والله انا لما كنت اتدرب في المملكة كنت ارغب بان ارفع واعلم وطني عاليا بين باقي الاعلام، ولله الحمد حقق الله امنيتي ورفعت علم السعودية عاليا وحصلت على كأس البطل ولله الحمد. طيب يارا انا ابغاك تقولي الو ممكن؟ الو ايوه عرفتي الصوت؟ ايه الو الو تسمعين يارا بشكل جيد؟ السلام عليكم. لا ما اسمع الصوت، مو واصلك؟ الا واصل. طيب تكلمي، شوفي مين معنا على التلفون. السلام عليكم. وعليكم السلام. الو يارا؟ اي الصوت مو واصل. الو؟ طيب انا اتوقع الصوت ما يصل ليارا بشكل جيد. معي على الهاتف الاستاذ محمد الشاعري والد يارا، وكان احد اسباب هذا الانجاز بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. استاذ محمد حياك الله معنا في اهلا. الله يسلمك، يبقيك، يعطيك العافيه. وش تقول ليارا اليوم على الهواء امام المشاهدين والمشاهدات؟
والله أبارك ليارا وأبارك الوطن الكبير، أبارك للأسرة الكريمة، أبارك لأمها خاصة ولأخواتها ولجميع من دعمها كيف ولقناتكم اللي استضافتنا ولشخصك الكريم. هذا واجبنا. كيف كانت اللحظة اللي تلقيت فيها خبر فوز يارا بالمركز الأول؟ والله لا أخفيك، تعب السفر ذهب وأتت نشوة وفرحة لا تعادلها فرحة، ولله الحمد والمنة عندما ترى علم الوطن يرفع بأكتاف وبأيدي أبناء الوطن، فتلك هي العزة والحب الكبير للوطن الكبير. أثناء رحلتك مع يارا إلى كمبوديا للمسابقة والحصول، وش كانت أصعب المراحل اللي مريتوا فيها؟ والله ابتداء من الحجز من هنا، ايه؟ مرورا بتعب السفر إلى أن وصلنا لله الحمد، الإقامة رغم أنه ما شاء الله تبارك الله وجدنا صحبة صالحة ما قصروا، ساعدونا في إيجاد السكن المناسب، ولله الحمد. الحمد لله. يارا إذا كان صوتي يصل إليك تسمعيني بشكل جيد؟ نعم نعم أسمع. هذا والدك الأستاذ محمد الشاعري معنا على الهاتف، وش تحبي تقولي له؟ أشكر والدي وأسرتي وأخواتي، أسرتي أشكرهم من أعماق قلبي، فهي أسرة داعمة للمواهب، هم الداعم الأول لي اللي شجعني على أني أحصل على المركز الأول، وهذا هو تعبكم، يعني الحمد لله بفضل من الله حصلت على المركز الأول. طيب أستاذ محمد أترك لك كلمة أخيرة قبل ما أودعك، وش تحب تقول فيها؟ والله أنا أترك المساحة ليارا كي تعبر بقصيدة، فهي ولله الحمد تقول الشعر. يا سلام على المعلومة الجميلة هذه. شكرا لك أستاذ محمد، شكرا جزيلا لك يارا. شكرا لله ثم لكم. نعم يارا، قبل ما نكمل يلا نبي نسمع قصيدة. بمناسبة الإنجاز هذا، أهدي قبل لا أهدي وطني هذا الإنجاز أهدي قصيدة شعرية. تفضلي. أقول فيها: لا إله إلا الله دام عزك يا وطن، الله المعبود يا رايت بلادي، هي كلمة قالها بن سلمان الفطن، مستقبل المملكتنا ريادي، يا رؤية مستقبلية للزمن، يا منبع الأفكار يا الفكر السيادي، يا مملكتنا ننشد بحبك علن، أنغامها تكتسب من فؤادي، هي أرضي اللي حبها بقلبي سكن، هي موطن الأجداد هي قبلة منادي، وكل من عاد الوطن يدفع ثمن، مصيرهم للتهلكة والإبادي، ما تهمنا طهران ولا حوثي اليمن، الله أكبر ينهزم كل عادي، حنا جنود المملكة نمحي الفتن، من هاب إلا رب فوق العبادي، وختامها تحيا القيادة والمواطن والوطن متلاحما متكاتفا قلبه أيادي. سلام عليكم. صح لسانك يا يارا، وبسم الله ما شاء الله عليك، يعني في المجال العلمي وفي المجال الأدبي صح لسانك على هالقصيدة، ويستاهل الوطن وانت تستاهلي كل النجاح، وان شاء الله من إنجاز إلى إنجاز. يارا الآن بعد تحقيقك اليوسي ماس على المستوى المحلي في المملكة في مكة، وعلى المستوى العالمي في كمبوديا، وش طموحك القادم؟ أطمح مستقبلا إن شاء الله أني أصير بروف رياضيات في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله، وهذا ما هو بعيد بإذن الله تعالى. أنت الآن في الصف الثاني ثانوي صح يارا؟ نعم نعم. كيف كانت يعني ردة فعل أو مشاعر معلماتك صديقاتك في المدرسة؟ الحمد لله كانوا كلهم فخورين بالإنجاز اللي قدمته، خصوصا أن أنا رفعت علم الوطن عاليا، ومع الضغوطات اللي في المدرسة والتعب، والحمد لله لما مدرستي عرفت بهذا الشيء ساعدوني في تنظيم الاختبارات. أشكر مدرستي الثانوية 87 بجدة. طيب الآن يارا، يعني بعد كل هذا المنجز اللي حققتيه، وإن شاء الله يعني نحتفل بمنجزات أخرى، وش أهم الرسائل
اللي توجهينها اليوم للطلاب والطالبات وتحديدا في المرحلة الثانوية في السعودية؟ أتمنى من كل شخص إنه إذا شاف عنده موهبة إنه يسعى لتحقيقها وتنميتها وتطويرها، فوطننا يدعم المواهب ولله الحمد. وأيضا أتمنى إنه يكون برنامج اليوسيماس في كل المدارس، يعني تكون في حصة لليوسيماس، لأنه برنامج جدا يعني يطور مهارات التفكير وفي سرعة بديهة وقوة للذاكرة. فأتمنى أن يكون في حصة لليوسيماس مخصصة في المدرسة، لأنه في بعض المدارس الخاصة في تكون حصة بمعدل مرة في الأسبوع. طيب، فأتمنى أن تكون في مدارسنا هذا الشيء. يارا، الإحصائية تقول أنك حليتي 200 مسألة حسابية في 8 دقائق، ما شاء الله. إذا كانت صحيحة توعدينا بتجاوز هذا الرقم في المرة الجاية؟ إن شاء الله، بإذن الله. إن شاء الله. قبل ما أختم هذه الحلقة بسرعة بترك لك تغريدة صوتية أخيرة، رسالة أخيرة، إيش تحب تقولي فيها؟ عندي شعر أيضا أود إهداءه لوطننا الغالي. يلا بس إذا كانت أقول... مختصرة أكون لك شاكر يارا، تفضلي. أوكي، أقول فيه: من الحد الجنوبي لسلمان سلام وتحية، من الحد الجنوبي لسلمان رمز الشجاعة الأبية، يا مالك قلوب الشعب الوفية، يا خادم البيتين نوقف للتحية، نهدي لكم أرواحنا فخر وحمية، لا نادى الداعي لبينا مناديه، وحبنا للمعارك فطرة إلهية، يشهدنا جو وبحر ووديان، وكبروا يا ناس الله أكبر، وانت يا سلمان موعود بالنصر المؤزر، ورفرفي بالعز يا رايت بلادي، رايت بالعز ترفرف في بلادي، دار أخو نوره، دار أخو نوره تدهور أعادي، ورفرفي بالعز يا رايت بلادي. صح لسانك يارا، وشكرا لك، ومن نجاح إلى نجاح إن شاء الله. شكرا جزيلا يارا، كان هذا صوت يارا. فخورين بكل طلابنا وطالباتنا اللي يحققوا كل منجز باسم هذا الوطن. كان هذا آخر ما لدينا في الحلقة هذا المساء، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.